من الأطباق اللي كتير بحب حضرها بس يكون عندي عزيمة رح فرجيكم طريقته. عندي هون فخادة من الغنم لتتبيلتهم، حطيت قطعة من الزنجبيل وبصلتين حجم وسط، حطيت 3 معالق كبار من الخل وملعتين من الصويا صوص، ملعقة كبيرة من الخردل، ملعقة كبيرة من الصلصة، شوي إكليل الجبل، ومنحط ملعقة كبيرة من بهار لحمة، نص ملعقة فلفل أسود، وبهار توم وزنجبيل. نرجع بنعملها بلند، بنخلطها كتير منيح وبننقع فيها فخاد الغنم. أنا الكمية اللي عم بعملها شوي كبيرة، فكمية التتبيلة اللي أنا عمليتها منا كتيرة عليها، ممتازة للعالم اللي هلأ بقى تطلع تقلي ليش هالقد زدت بهارات واللحمة بتروح طعمتها. صدقوني بس تكون تعملوا رز مع لحمة مع خضرة لازم اللحمة تنعمل بهاي الطريقة، بتطلع أطيب بكتير، هيدا رأيي بالموضوع. منزيد قبل ما نفوتها على الفرن 2 كوباية مي، منحط شوي هيدا شو اسمه قرنفل، ورق غار، قرفة، عيدان يعني إذا بدكم، وشوي توم، وعلى الفرن 3 ساعات لـ4 ساعات، وكل شوي ما ننسقيها بهيدي الطريقة. قبل ما نطفي بشي نص ساعة لثلاث ربع ساعة منحط هولك ويزات البصل الصغار، خليها نص ساعة مش أكتر. بهيدا الوقت منحضر الرز، قليت بصلة كبيرة مع حصين توم مهروسين، وزدت لهم ملعقة من الهيل صغيرة بيعطيها نكهة كتير طيبة. رجعت حطيت 2 ملاعق كبار من البهار المشكل، قليتهم شوي وزدت المي، مي سخنة، ورجعت نزلت الرز، تركتهم ليغلوا وغطيتهم وعلى نار هادية. عندي هون كمان زبدة قليت معها فطر، وقليت حطيت لها زعتر، اوكي هيدا زعتر مش اكليل الجبل. رجعت بهارتها فلفل اسود، وهول البصل اللي حطيتهم مع اللحمة منن يعني كتير مستويين، 3/4 استوى، وكمان جزر وبطاطا 3/4 استوى، وحطيت بازلا، ملعقة صغيرة من بهار مرق الخضرة، وإذا بدكم فيكم تكتفوا بس بالفلفل الأسود تستغنوا عنه، شوي مي خليتهم هيك يدبلوا مع بعض وبيكونوا جاهزين. كمان حضرت دقوس حدهم، ما قدرت أصور كل شيء لأنه عن جد كنت معجوقة قد ما قدرت صورت. هيدا الرز شوفوا كيف حب بحبته وكتير طلع طيب، اللحمة رهيبة ودايبة دوبان، حطيتها على وجه الرز، زينت بالقلوبات، قليت كاجو ولوز صنوبر كمان، وحطيت على جنبهم الخضرة اللي قليتهم. اوكي كتير طيبة عن جد، جربوها.